في البداية ما تنسوش اللايك، ولو انت لسه جديد في القناة انزل حالا اشترك وفعل زر الجرس. لازالت جماهير ليفربول ومحبي النجم المصري محمد صلاح في حالة من القلق والخوف بعد إصابة نجمهم أمام ليستر سيتي بعد تدخل عنيف من اللاعب حمزة. وبعد الفحوصات الأولية على نجم ليفربول أكدت التقارير أن محمد صلاح تفادى لحسن الحظ من إصابة بالغة في الكاحل، وهي قطع في وتر إيكلز، وهذا يؤدي إلى فترة غياب طويلة جراء التدخل العنيف من حمزة لاعب ليستر سيتي. وبعد عدة فحوصات في الساعات الماضية أطباء ليفربول يرون أن إصابة صلاح عبارة عن التواء في الكاحل. وأوضحت التقارير أن النادي ليفربول لم يحدد حتى الآن ما إذا كان صلاح سيشارك في تلك المباراة أم لا، لأنه ما زال من المبكر في مرحلة التعافي أو اتخاذ الفريق الطبي لليفربول قرارا بشأن إشراكه في مباراة مانشستر يونايتد. وسيخضع صلاح للعلاج الطبي في مركز تدريبات الريدز خلال فترة التوقف الدولي حتى يتم تجهيزه للمواجهة المرتقبة. الجهاز الطبي لم يتخذ قرارا رسميا، لكنهم يطمئن عشاق محمد صلاح أنه سيعود قبل مواجهة مانشستر يونايتد. إن شاء الله ترجع أفضل وأحسن يا فخر العرب، وربنا يشفيك. ما تنسيوش تعليق حلو كده في التعليقات أسفل الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.